أسعد الله صباحكم أخواني متابعين صفحة كاكتوس جوردن. هذا اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن كيفية هو حصاد بذور الألومنيوم كالسيوم. طبعا تم الشرح في الفيديوهات السابقة عن كيفية تلقيحها وكيفية إنتاج البذور والوصول إلى بذور قوية قادرة على مقاومة الظروف الجوية. طبعا يتم قطف البذور عند وصولها طبعا إلى اللون الأحمر أو الزهري القليل، حيث يتم تحريكها بشكل بسيط وقطفها. طبعا يتم قطفها بكل سهولة حين تكون البذور قد وصلت إلى مرحلة النضج التام. حيث يتم حصادها في هذه الأوقات من السنة طبعا على المرة الثالثة على التوالي تدريجيا. طبعا بعض البذور الخضراء يتم إبقائها على النبتة الأم لحين وصولها إلى مرحلة النضج التام. طبعا من الأفضل عدم ري النباتات في هذه المرحلة لعدم تأثر البذور أو النبتة بالرطوبة العالية. هذه طبعا أزهار وبذور الألومنيوم كالسيوم. بعضها لا زال يحتاج إلى أوقات تقريبا أسبوعين إلى 3 أسابيع. هذه بعض البذور التي تم زراعتها في المراحل السابقة. تقريبا عمرها أسبوعين تم إبقائها في الوعاء البلاستيكي لفترة شهر كامل ولا تحتاج إلى ري، لأن الرطوبة بداخلها تبقى تجمع داخل الإناء. دمتم بخير إخواني متابعين الصفحة، وأي أسئلة أو اقتراحات إن شاء الله سيتم الإجابة عنها مباشرة.